15 كانون الأول 1981 محطة دامية جديدة في تاريخ الحرب اللبنانية، حيث شهد تفجير السفارة العراقية في بيروت بهجوم بواسطة سيارة مفخخة قادة انتحاري يدعى أبو مريم. أدى التفجير الكبير إلى تسوية مبنى السفارة بالأرض ومقتل أكثر من 60 شخص، بينهم السفير العراقي عبد الرزاق لفتة، وجرح أكثر من 100 شخص. وقتلت أيضا في التفجير المواطنة العراقية بلقيس الراوي زوجة الشاعر السوري نزار قباني يلي كانت تعمل في المكتب الثقافي للسفارة. وأتى التفجير على خلفية الحرب العراقية الإيرانية يلي وقعت بين عامي 1980 و1988، حيث قامت أحزاب شيعية عراقية موالية لإيران باستهداف مسؤولي نظام الرئيس صدام حسين داخل وخارج العراق.